اعتقد ان البراعم للوطني هو كله تزوير العراق. من البراعم للوطني تزوير؟ كله تزوير. كل المنتخبات. الفئات كلها تزوير. فكابتن غني ما مسؤول على هذا الشيء اعتقد، هو مستلم منتخب اولمبي وطني. يعني هو اللاعب يجيب شيء رسمي. مصطفى الامين يقول من البراعم للوطني تزوير. صحيح؟ لما تشوف الفئات العمريه كلها ناخذ عن وجه البطولات، مركز اول ومركز ثاني. وبالوطني؟ بالوطني نتائج. ليش ناخذ اول وثاني بالفئات العمريه عبود؟ لان نتائج التزوير العدله بالعراق هو السبب الرئيسي بالوطني. يعني ماكو لاعب من الدرجه هسه حاليا عندنا، ماكو لاعب من الدرجه من الفئات بالاول. زين يعني قبل هسه نعرف، قبل كان التزوير اجباري سنه سنتين، هسه ايش قد وصل؟ ثمانيه. وصل سبعه وثمانيه. سبعه وثمان سنوات يزور؟ اي والله. يعني هذا كم جيل يعدل؟ واي الاربعه صارت.